بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، محاضرة اليوم إن شاء الله لكم بعنوان الهوت ديبينج ألبنايزينج. أعتقد نزلت لكم المحاضرة بالصورة الفيديوية وأيضا عندكم السلايدز لهذه المحاضرة. هي تكملة للمحاضرات السابقة والنوع جديد أيضا من آليات الاطلاع للقطع، وخصوصا فيما يخص هذا الموضوع القطع الحديدية. احنا نتكلم هنا عن موضوع المعادن تحديدا. السبب الأول لهذا الموضوع أو أنه أنا راح أتعلق بالمعادن فقط هو ما يميز هذه الطرق من حاجتها إلى وجود عملية انصهار. وهنا دا أتكلم تحديدا عن درجات الحرارة، لذلك أخلي في بالي رنج معين من المواد الهندسية اللي تتعلق بالمعادن. بداية نجي مثل كل محاضرة وفيما يخص السلايد الأول اللي هو العنوان. حقيقة هو ما مكتوب بالطريقة الصحيحة، عادة ما تكتب، بس أنا تعمدت أخلي داش بين الاثنين حتى تميز بين كلمة hot وكلمة dipping. هوت ديبينج معناتها بالعربي أو معناتها العامي هو التخطيص الساخن، من اسمه ديب تجي من تخطيص، وهوت هو حار، فكمفردة عامة هي التخطيص الساخن. هذه واضحة أعتقد للكل، لكن بداية محاضرتنا لهذا اليوم تسمع كثير مصطلح galvanizing. أريدك تفهم شنو معنى galvanizing. المفروض هندسة المواد العام بصورة عامة لهم فكرة عامة شنو موضوع galvanizing أو مصطلح galvanizing شو وقت أستخدمه المفروض، لكن يمكن فرع السيراميك ما عندهم فكرة عن هذا الموضوع. يجوا سامعين بالمصطلح لكن ما يعرف إنه هذا المصطلح مصطلح واسع جدا، ولكن محدد في آلية اللي هي آلية التآكل بالجلفانية. آلية التآكل الجلفانية بمعنى آني، يعني الاسم جاي من كلمة غلفنة أو جلفنة أو جلفنايزنج أو جلفنايزيشن، بغض النظر وين دا أستخدمها. قصدي هذا المصطلح هو ينطيني دائما indication أو ينطيني refer to موضوع التآكل الجلفاني. بمعنى أنا عندي معدنين مثل ما شرحنا سابقا، معدن عالي الجهد ومعدن واطي الجهد، أو معدن قابل للتآكل ومعدن مقاوم للتآكل. راح يربطون اثنينهم سوا أو يكونون على كونتاكت، وهذا الكونتاكت راح يؤدي إلى تآكل أحدهما على حساب الآخر وحماية أحدهما على حساب الآخر. الموضوع جدا واسع، لكن كلمة أريد أذكر لك فد معلومة يجوز ما لكم اطلاع بها. كلمة galvanizing دائما تنطيني indication اللي يا معدن أحد عنده فكرة من أستخدم كلمة galvanization أو galvanizing أو galvani. دائما أشير اللي يا معدن تحديدا. أحد عنده فكرة؟ شباب المواد العام خصوصا. دكتور معدن الزنك. أحسنت، إلى معدن الزنك. يشار بي إلى معدن الزنك أو استخدام الواسع للزنك في هذا الموضوع في حماية سطوح الستيل، خاصة بواسطة الزنك أو الخارصين، إحنا نسميه بالعربي الخارصين أو الزنك، هو المعدن الأساسي المستخدم هنا نظرا لاستخداماته الواسعة الكثيرة في حماية الستيل ستراكتر. ستيل ستراكتر، راح تسأل يمكن نفسك ليش دا ركز على الزنك. أرجع مرة ثانية وأقول لك الاستخدامات الواسعة في هذا المجال. أولا معدن رخيص الثمن، ثانيا أثبت فعاليته العالية بحماية السطوح الحديدية خصوصا، لذلك أغلب مصطلحات الجلفنايزنج أو الغلبنة تشير دائما إلى معدن الزنك أو تشير بمضمونها إلى معدن الزنك. بالإمكان استخدام معادن أخرى الألمنيوم وغيرها، لكن في الحقيقة استخدام الزنك هو الطاغي على كل هذه الأنواع. أنطيك أدلة كثيرة على هذا الموضوع. كل يوم إحنا يمكن نجي للجامعة أو نطلع لأي مكان، عادة ما نستخدم الخطوط السريعة.
الحواف اللي موجودة بالخطوط السريعة، اللي هي الحدود للخطوط السريعة، يعني على الجانبين وعلى الوسط تشوف دائما اكو ستيل ستراكشر ممتد على طوله، ودائما للاسف في الوقت الحاضر بعيوب كثيره نتيجه الحوادث اللي تصير عليه. هذا قصدي انا الستيل ستراكشر الممتد على طوله، تشوف دائما اللون يميل الى اللون اللي احنا نسميه البني او الرصاصي، او انت شلون تميزه واضح. دائما هذا ينطيني انديكيشن او ينطيني نظرة أنه المعدن المستخدم بالطلاء هذا هو ستيل ستراكشر ومطلي بواسطة الخارصين أو الزنك، وبالطريقة اللي راح نشرحها اليوم. يعني كل هذا الستيل ستراكشر نشوفه الممتد على الخطوط السريعة لمئات الكيلومترات، هذا مصنع من الستيل ستراكشر أولا، يعني الستيل المعدن الستيل اللو كاربون ستيل أعتقد بالغالب، او المايلد ستيل مرات يسموه، و مطلي بواسطه الخارصين للظروف الجويه القاسيه في تعرف معناته هذا معرض للجو بنسبه كبيره ودائمه، ودائما الظروف يعني قويه تجري عليه، رياح امطار حار، يعني الظروف الجويه المختلفه على مدار السنه، ما عنده أي حماية غير معدن الزنك. لذلك أردت أثبت كلامي أنه مستخدم في الظروف القاسية في الحقيقة. وأيضا راح تقول لي بعد، راح أقول لك كثير من الإنشاءات اللي موجودة راح تشوف أنه في الوقت الحاضر يستخدمون الستيل ستراكشر أو الستيل ستراكشر المعامل بالخارطين، مثل أعمدة على سبيل المثال، أيضا يمكن لو تشوفون بالجامعة أو محيط الجامعة أو كل المناطق تقريبا دائما تشوف الأعمدة المستخدمة للإنارة، أعمدة التيار الكهربائي وغيرها، تشوف إذا لونها مائل إلى الرصاصي أو مثل ما سميناه البني أو غيرها من يعني التدرجات، هاي هذا اللون غامق يعني نسميها مرات أو فاتح، هذا أعرف أنه مطلي بواسطة الخارصين للظروف الجوية، وتشوف الأعمدة هذه وهذه الستراكشرز دائما تأخذ يعني مدة طويلة في الاستخدام، لأنه تعرف أنت راح ينزلوها إلى محيط الاستخدام ويطوها ضمان طويل الأمد. هذا اليوم راح نعرف منين جاي، هذا جاي من نتيجة عملية التخطيص الساخن. إذا بداية عملية التخطيص الساخن أنا أتكلم عن ثيكنس عالي، واتكلم عن ديفيوجن كوتينج، بمعنى اني اذا تصير عندي عمليه تداخل بين ذرات الحديد او الستيل وذرات معدن الطلاء اللي عاده ما يكون الزنك، عاده ما يكون الزنك او الخارصين. اكو بعد ميزه بالزنك، من يقدر يقول لي شنو هي اللي تخليه من اكثر المواد استخداما في موضوع الهوت ديبنج الفنايزنج او الهوت ديبنج بصوره عامه؟ حكيت قلت رخيص الثمن، هاي معلومة جديدة بالنسبة لك، بس هو يعني مو قصدي رخيص بمعنى أنه كل الشيب، وإنما يعني سعره معقول جدا لاستخدامه، لأن تعرف أني أستخدم على مسافات طويلة وواسعة ومساحات كبيرة. نعم، درجة انصهار واطئة. أحسنت، يتميز بدرجة الانصهار الواطئة اللي أكون أنا أكثر كنترول عليها. طلابنا الأعزاء، من واجبنا أن نوصل لكم معلومة صحيحة. راح تقول شنو علاقة هنا درجة الحرارة الواطئة بالموضوع؟ إذا يعني وياي منتبه، في بداية المحاضرة قلت واحد من أهم الميزات اللي تميز هذه العملية أنه أنا دا أستخدم منصهر، أنا دا أستخدم حمام مصهور. من أجي أني أقول حمام مصهور أو أقول منصهر، دائما ما أفكر بدرجات الحرارة العالية، دائما أفكر بأوطأ المعادن انصهارا. شنو السبب؟ لأنه إذا أني رفعت درجة الحرارة أكثر من درجة حرارة الألمنيوم المصهور اللي هي تقريبا 660 درجة إلى أكثر، إلى حدود 700 ننطيها شوية أوفر هيتينج، 700 درجة مئوية،
هنا اي معدن اني اجيبه اريد اغطسه في هذا المصهور راح يعاني كثيرا من موضوع انصهار المعدن نفسه. انصهار المعدن نفسه ليش؟ لان الوسط راح يكون بدرجه حراره عاليه تعتبر. لذلك في موضوع الجلفنايزنج، في موضوع التخطيص الساخن، دائما انتبه لهي الملاحظه المهمه، دائما ابحث عن رنج واسع من درجات الحراره او فرق كبير بدرجات حراره الانصهار بين المعدن المراد طلاءه والمعدن المراد الطلاء به. راح اعيد المعلومه، دائما ابحث كمهندس مواد، دائما من انطي استشاره ينطوني فد معلومات معينه، يقولوا لي عندنا ستيل وهذا الستيل اللي نريد نعالجه ونقوي السطح مالته بحيث يكون مقاوم للتآكل، راح نستخدمه في موضوع خطوط سريعه لاينز، راح نستخدمه في اعمده، فاعرف شنو نوع الظروف الجويه اللي تحيط بي. من فكرت وقررت ووصلت الى مرحله الهوت جلفنايزنج، دائما ابحث. بالمناسبه ليس بالضروره انه يكون الزنك، ولكن في الغالب نستخدم الزنك. من احدى المعلومات اللي وصلتني اليوم انه الزنك ذو درجه انصهار واضحه تقريبا 420 درجه مئويه درجه انصهاره، واكو معادن اوطى من عنده مثل الخارصين، عفوا القصدير، مثل الرصاص، مثل يعني غيرها من المعادن اللي هي درجات انصهارها يعني تتراوح بين ال 200 الى ال 400، هذه يسموها المعادن ذات درجات الانصهار الواطئه، كثير منها مر عليكم. بالهوت دبنج جلفنايزنج ليش ما اقدر اصعد اكثر من هذا الرنج؟ ليش من يكون الرنج اكثر من 700 درجه مئويه يكون العمليه خطره او العمليه غير مجديه؟ لانه مهما يكون المعدن المراد طلاءه هو بالعاده الحديد او الستيل، درجه انصهار الستيل بحدود 1000 مثل ما انتم تعرفون تتراوح بين 1450 الى 1530 تقريبا، يعني في اغلب انواعه. لذلك بالنسبه لها درجه 700 او درجه 800 درجه عاليه. فمن اجي اغطس اني القطعه في منصهر بحدود ال 800 درجه او 700 درجه مئويه، راح يعاني الستيل نفسه، راح يعاني انصهار بهذا الحمام اللي اني مهيئه له للاطلاع. لذلك ايش قلت؟ قلت دائما بالهوت دبنج ابحث عن مدى واسع بفرق درجات الانصهار، يعني اذا يكون عندي معدن المراد الى ستيل دائما افكر اني بدرجات الحراره الواطئه اللي هي 400-450 كماكسيمم، يمكن 500 كاوفر ماكسيمم خلينا نسميها، لكن جواتها تكون امين. ليش؟ لانه من اجي اغطس المعدن في هذا المصهور راح يتضح لي انه عمليه الطلاء تثبت للداخل بصوره منتظمه، وما راح يعاني معدن المراد طلاء هو ما راح يعاني انصهار كبير، لان هنا عملية عندي حاره، ف يعني جهد واسع للذرات لعمليه الانتشار. لذلك اني من هدفي الاساسي هو المحافظه على السطح الخارجي للمعدن الاساس قبل تخطيصه، لذلك ابحث عن هذا الرنج الواسع بدرجات الانصهار، دائما افكر بدرجات الانصهار الواطئه للمعادن المراد الطلاء بها، وواحد من عندهم هو الزنك. هذه المعلومه المهمه اللي ردت ابحث بها في هذا المجال. لذلك صار عندنا اوبشن حاليا هو الخارصين لاسباب عديده، عندنا رخص ثمنه توفره وايضا لدرجه انصهاره الواطئه. لو اجي تعريف العام للجلفنايزيشن او الجلفنايزنج بالصفحه رقم 2، وثم انتقل مباشره الى صفحه رقم 3 اللي هو العمليه او هي البروسيس. دائما شوف دائما الصوره ولو يمكن شويه مو واضحه بالنسبه لكم، واني اذا ذكرت بعض الافلام اللي موجوده عندكم باليوتيوب اتمنى تشوفوها جوا، اذا لاحظتوا خليت لكم لينكس لعمليات الهوت ديبنج جلفنايزنج معمليا شلون يتعاملون بها. تشوف الجو، انا عندي العامل اللي لابس الاصفر والقطعه مالتي معلقه بالحبال تقريبا عمود او فتشي فد بليت معدني مصنوع اكيد من الستيل هنا، والجو اللماع اللي تشوفه هذا هو المصهور مال الزنك، هذا هو المصهور مال الزنك، واضح؟ فد ملاحظه مهمه جدا ودائما اذكرها للطلبه، ودائما
يعني اخلي الطالب شلون يتخيل العمليه، راح تشوف اليوتيوب يجوز او تطلع على العمليه، تشوف دائما القطع هذه الكبيره خصوصا المستخدمه. طبعا بالمناسبه اقدر استخدم قطع كبيره واقدر استخدم قطع صغيره اخليها في مثل الكب وادخلها في هذا المصهور، بس يحتاج له شويه دائما انتباه كبير. القطع الصغيره عاده ما يعني تكون كريتيكال بهذه العمليه، السبب انه قد تنصهر القطعه الصغيره يعني تروح تذوب المصهور نفسه، لذلك لازم اقلل الان الفتره الزمنيه للتخصيص. سؤالي الاول، دائما نشوف القطع الكبيره مائله بزاويه، يعني من ارفعها او يعني هسه لو تلاحظ المشدوده بحبال او كذا تشوفها دائما مائله، شنو السبب شباب برايكم؟ السبب الاول او الاساسي دائما تشوف القطع الكبيره مائله في عمليه الهوت ديبنج جالفانايزنج، ولو طلعت على الفيلم تشوف دائما القطع بغض النظر عن الستراكشر مالتها دائما مائله، شنو السبب؟ كحد عنده فكره من خلال الصوره اللي تشوفها كمهندس تريد تحلل الموضوع؟ نعبر هذا السؤال، الرنج اللي تلاحظه هنا انا قاعد اتكلم عن حدود 450 درجه مئويه، وهذا اللي قلناه لان درجه الزنك او الانصهار مال الزنك تقريبا 420، انطي تقريبا اوفر هيت حدود 30 الى 50 درجه مئويه حتى اخلي الزنك دائما في وضع الانصهار. هذه العمليه تتضمن فد بارير معين مثل ما مشروح بالسلايد رقم 4. هذا البارير ينطيني المواصفات اللي انا احتاجها من يعني انا اكون فد انترميتال كومباوند بين انا عندي هنا عمليه مثل ما سميناها عمليه ديفيوجن او عمليه تداخل بين الذرات عاليه او واسعه جدا. السبب لان انا عندي درجه حراره عاليه، عندي ضغط عالي، لان انا راح ادخل هذه المنتج مالتي داخل الحوض، مثل ما تعرفون هذا الحوض بضغط لانه سائل بي مصهور، سائل يعني على مستوى من الكثافه او الجرافيتي العالي، راح يسبب لي هذا الضغط، راح يدعو هذا الى انتشار عالي بين الذرات للمعدن المراد الطلاء به ومعدن الطلاء. لو اجي للعمليه للسلايد رقم 6، اشوف هي العمليه ليست بهذه البساطه او ليست دائما عمليه يعني بستيج واحد، وانما عده استيجات. هذه الاستيجات بما انه انا دا اتعامل مع الحديد او منتجات الحديد، فاذا قبلها البري تريتمنت راح تكون عندي فعاله ايضا ومطلوبه. فاشوف انا القطعه مالتي اللي هي باللون الاحمر، احكي تحديدا على سلايد رقم 6 اللي هو المخطط المعملي او البروسيجر العملي لعمليه الهوت ديبنج جالفانايزنج. لو تلاحظ تبتدي القطعه مالتي اللي هي باللون الاحمر تبتدي من اليسار الى اليمين، لانه ابتدي من اليسار الى اليمين على اتجاهكم، من عمليه الديكريزنج وعمليه الرينزنج وعمليه البكلينج وعمليه الرينزنج مره اخرى. ثم هذه ايش تتضمن العمليه؟ تتضمن المعامله بالمواد الكيميائيه اللي هي اولا ازيل الزيوت الديكريزنج الاولى، ثم اجي اشطف القطعه مالتي او اغسلها بالماء النظيف، ثم ادخلها في حامض حتى اوخر كل السكيلز اللي موجوده بيها، يعني اغطس حوض بعد حوض. واتمنى مره ثانيه تشوفون الفيديو حتى تعرف شنو معناتها، تجي على حوض حوض لان هي قطعه وعندك ماس برودكشن عالي، يعني عندك ناقل وهذا الناقل راح يدخل الى حوض حوض بالتدريج من إزالة الزيوت والشحوم، يعني بواسطة التنظيف اللي هو عادة ما يكون مثلا بالألتراسونيك كلينر أو قد يكون بالمنظفات العادية كالصابون وغيرها، ثم أغسله ثم أدخله في حوض آخر بنوع من الحامض أو حوامض أو مجموعة حوامض حتى أزيل السكيلينج اللي موجود على القطعة مالتي، ثم أيضا أغسله في الحوض الأزرق مرة ثانية، ثم أعادل
اعادل الحامض بقاعده، فاغسله بقاعده مثل القواعد اللي معروفه عندنا حتى اعادل الحامض، وثم عمليه غسل، ثم عمليه التخطيص هي اخر وحده اللي هو اللون البنفسجي اللي هو باي زنك باث. يعني العمليه كونتينيوس، اني قطعه تجي بعد قطعه، يدخلن على مجموعه احواض، هذه الاحواض غايتها غسل القطعه وتنظيفها وازاله كل الشوائب اللي موجوده بيها، ليش؟ حتى يكون عندي عمليه التداخل باي ديفيوجن باي هوت ديبنج البنايزنج، عمليه او البروسيس ناجحه. احتاج كل هذه العمليات قبلها، وطبعا بعد العمليه ايضا بعد الزنك باث راح تتم عندي عده عمليات اللي هي اتفقنا عليها اللي هي بوست تريتمنت، مثل ازاله الزوائد وغيرها اللي كلش كثيره في هذه العمليه. ايضا هذا السؤال مطروح لكم، ليش تكون عندي الزيادات او الزوائد اللي موجوده على القطعه؟ حسب تعقيد طبعا القطعه تكون عندي الزوائد كلش واضحه وكبيره وحجمها كبير. ايضا هذا السؤال مطروح لكم. لو اجي على هاي العمليه بالتفصيل راح اشوفها بسلايد رقم 7، البريبريشن شلون يبتدي من عمليه ازاله الزيوت وغيرها من التفاصيل. هذا الرسم مشروح لكم في السلايد اللي بعده، سلايد 7، والعمليه مشروحه بسلايد تقريبا 8. ارجع مره ثانيه على سؤالي، لو تلاحظ هذه القطعه اثناء عمليه تخطيصها، لو تلاحظ بصورتين اللي على يسارك واللي على يمينك، دائما اميل القطعه. هناك سببين حقيقيات، خصوصا القطع الكبيره، احكي مره ثانيه طلابنا الاعزاء، خصوصا القطعه الكبيره او الستيل ستراكشر الكبير او الضخم. السبب رايك ليش دائما عمليه التخطيص تتم اذا وياي او دا تشوفوني تتم بهذه العمليه، يعني باي سلوب او بوجود نوع من السلوب بالقطعه المراد؟ لا احد يقدر يجاوبني. على مود انتشار المادة يكون كله ينتشر بكل أطراف شو اسمه القطعة. البتول عندي يعني سؤالي محدد، سؤال جوابي صحيح بالمناسبة، بس اذكري لي السبب ليش أحتاج، سؤالي تحديدا ليش أحتاج يكون سلوب، يعني القطعة وهذا الباث مالتي إذا تشوفوني واضح، أدخل القطعة بهذا الأسلوب وأخرجها بهذا الأسلوب، يعني هالشكل، شلون السباح من يدخل إلى المختص يعني هالشكل وتطلع بهذه الأسلوب، شنو السبب؟ دكتور، لأن يعني القطع ما تحتوي على ثقوب وهيك شغلات، فإنه لازم إحنا ندخلها بتشي حتى الطلاع مثلا ينتشر على كل نفس اللي قالت البتول، بس السبب الحقيقي يعني اني من ناحيه ليش، لان احنا مهندسين احنا نحاكي الاشياء، نفهم الاشياء من خلال الصوره او نركز بالشيء من خلال الصوره. سؤالي تحديدا اني عندي مختص بهذا يعني بصوره مستويه، القطع الكبيرة قلت، وخصوصا القطع الكبيرة القطع العملاقة القطع الضخمة، دائما أنا هذا المختص ما أغطسها بالأسلوب العمودي المباشر، هذا سؤالي، وإنما أخلي سلوب كأنه سميتها بالسباح، يعني بالطريقة يعني يدخل تدخل القطعة بهذا الأسلوب وتخرج بسلوب يعني بزاوية، خلينا نسميها خاف يعني حكم سمك طبقة القلاء. نعم علي، شنو؟ ما سمعتك. التحكم، حتى نتحكم بسمك الطبقة في القلاء. شلون تتحكم بالسمك؟ Very good. شلون بيا آلية؟ شنو اللي دا تتحاكى ويا بهذا الموضوع؟ ليش قلت السمك؟ أنت اللي جوابك صحيح، إنه اللي دا أتحكم به هو السمك، أو سموه جماعتك سموه الهوموجينية. نعم؟ من خلال الزمن، الوقت مالته، زمن very good. التخطيط. Very good. Very, very good. Very good. أحسنت يا علي. السبب الحقيقي إخوان لو شبابنا الأعزاء، لو أغطس بهذا الأسلوب، انتبه علي يا زين،
لو أغطس بهذا الأسلوب العمودي، هذا التب الأول، خلي أعيده شوية بصورة واضحة. لو كان عندي هذا المغطس وهذه القطعة مالتي، لو أغطس بهذا الأسلوب راح هذا التب الأول ياخذ زمن ضعف ما تاخذه آخر. ليش؟ غطس، من غطس هذا التب غطس أول شيء وأخرج آخر شيء، إذا أخذ أطول زمن ممكن، في حين التب الآخر أو بقية القطعة تلاحظون تغطس بالأخير زمن قليل وتخرج أول شيء زمن أقل. واضحة الفكرة شباب؟ ليش علي قال موضوع الزمن؟ هو موضوع الزمن اللي أتحكم به، اللي هو كلش مهم في موضوع الديفيوجن. في حين من أغطسها بهذا الأسلوب، لاحظ العملية، بدأ هذا التب، بدأ التب الوراء، بدأ التب الوراء تتابعا، من خرج خرج نعم أول شيء، لكن نفس الزمن انحسب لبقية القطعة. لذلك وهذا الأسلوب الصحيح لإدخال وإخراج القطعة. تفهمون قصدي؟ بمعنى ليش قلتوا، قلت لكم صح على موضوع الهوموجينيتي، لأنه كل القطعة أخذت نفس الفترة الزمنية في داخل المغطس، بس من يكون بهيئة عمودية، هذا واحد من أكبر الأخطاء اللي ممكن ارتكابها خصوصا للقطعة الكبيرة، لأنه التب الأول أو الأيج الأول أو الحافة الأولى راح تختص أطول فترة زمنية من بقية الحواف، لأنه أنا دا أدخل بهذا الأسلوب وأخرج بهذا الأسلوب العمودي، وهذا كلام غير صحيح. السبب الثاني شنو؟ Very good علي، من السبب الثاني؟ درجة الحرارة نتحكم بها؟ لا لا، هنا أنا ما راح تتحكم بدرجة الحرارة، قلت الزمن صحيح، بس أكو فد عامل آخر كلش مهم اللي على أساسه داخل لي سلوب بالقطعة. استفهمنا الزمن، بعد شنو أكو؟ بعد شنو المهم عندي بالموضوع؟ وين نحتاج السلوب شباب؟ قبل شوية قلت نحتاج بهذه العملية بوست تريتمنت كبير أو واسع أو إضافي، وقلت السبب الحقيقي وراء، شنو السبب الحقيقي وراء هذا يعني هاي الزوائد اللي موجودة؟ السبب الحقيقي هو أنه أني القطعة من تطلع شباب أحتاج هذا السلوب، حتى السائل المتبقي أنا يعني أتعامل ويا سائل مثل المي، أني من أريد أنشف قطعة، بس أني عندي قطعة إحنا نسميها بللت أو خلينا نقول غطست في سائل. واحدة من آليات التجفيف اللي إذا تريدها تجف بسرعة تخليها بسلوب حتى السائل ينزل، ماعون خلينا نقول غسلته، مو صحيح؟ دائما تشوف ربة البيت تخليه بهذا الأسلوب، شنو السبب؟ حتى السائل ينزل، لأن إذا تخليه بهذا الأسلوب يعني بهذا يعني ماعونه غسلته وخليته هالشكل أفقي، راح يتبقى بي شنو؟ سائل. راح تجي ورا فترة تشوف إن يجف السائل يترك أثر اللي هو الكلس اللي موجود أو غيره، بينما أنا أحاول أجففه أسرع ما يكون. نفس الشيء عندنا بالقطعة هنا، إنه أنا من تخرج القطعة من المغطس أحتاج أنه شكو سائل زائد إحنا نسميه ينحسر يرجع إلى المغطس، لأنه إذا أدخلها، إذا هي قطعة مستوية أدخلها بهذا الأسلوب أو دخلتها بهذا الأسلوب، بس من أطلعها تكون بهيئة مستقيمة، راح كثير من التجمعات تصير على القطعة نفسها، كثير من تجمعات السائل المنصهر، وهذا حقيقة مو صحيح، وراح يؤدينا إلى وجود سوائد كثيرة وإلى وجود مشاكل كبيرة مستقبلا. ليش؟ لأن راح يكون عندي الكلاء غير متجانس على السطح الخارجي للقطعة، وهذه من الأشياء اللي يجب أنه أتغلب عليها بواسطة الديزاين المعد للمغطس والديزاين المعد للقطعة. صارت واضحة المعلومة؟ صارت واضحة؟ أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. لذلك لو أرجع على السلايد رقم 8 راح أشوف دائما القطع، أو إذا أرجع مرة ثانية لأي فيديو أشوفه فيما يخص الجلبنايزينج أو الجلبنايزيشن شوف دائما القطع الكبيرة، وعادة أيضا يفضل أنه تكون القطع مستوية وما بها حواف متراكبة. يعني لو تلاحظ القطعة اللي على اليمين
القطعة اللي على اليسار تشوفها قطعة مستوية، لكن القطعة اللي على اليمين تشوف بها يعني تقاطعات بنفس القطعة، يعني فد ستيل ستراكشر وبي تداخلات وبي زوايا وغيرها. هاي تكون لازم أن يكون العامل أو يكون المبرمج للتخطيط كلش واعي لهذا الموضوع حتى يزيل كل هذه القطع أو يزيل كل هذه الزوائد اللي موجودة بواسطة التخطيط وغيرها من الفعاليات. يمكن الموضوع ما قبل الأخير اللي نتطرق له قبل ما نروح إلى البرودكت هو طبقة الطلاء. هذا أنا دائما يعني أحب أنه يكون الطالب واعي لما يحدث. لو تلاحظ السلايد رقم 9 أنا أتكلم هنا عن طبقة الطلاء. نلاحظ أنه طبقة الطلاء بها تقريبا 3 مناطق إخواني الأعزاء، 3 مناطق. لو يعني تبدي وياي بصورة من الأسفل إلى الأعلى، أنا الستيل عندي هو نفس هذا معدن هذا مقطع للطلاء، يعني مقطع عرضي للطلاء. يعني أنا القطعة طليتها وأجي سويت لها قطع من هنا وأشوفها تحت المجهر، راح ألاحظ أنه عندي من الأسفل إلى الأعلى الستيل موجود بالتأكيد لأن هو المعدن الأساس. أجي إلى طبقة الطلاء أشوف أكو حافة أولى، هذه هي يعني بداية طبقة الطلاء. ألاحظ أكو منطقة فاتحة شبيهة بالستيل، بعدين أكو منطقة رمادية بالنص، وبعدين أيضا منطقة فاتحة إلى الأعلى. هل يقدر يفسر لي هذه منين اجت هاي الـ3 طبقات؟ وهذا السؤال دائما يعني يتكرر يمكن عندكم، انه اقول لك توقع كم طبقة طلاء راح تطلع عندك من خلال هذا الطلاء، واشرح لي اياها، يعني اشرح لي شنو اللي انت تقتبسه من هذه الصورة. هذه الصورة تتكلم الكثير، لكن فد شيء مختصر اريد احد يقدر يفسر لي منين اجى اللون الفاتح بالبداية بقعر الطلاء وثم رمادي أو لون يعني رمادي مائل للبياض وثم أيضا منطقة بيضاء اللون. هي بالمناسبة مؤشرة، لكن أحد يقدر يفسر لي من أجتي؟ الطبقة الأولى هي الستيل، هو المعدن المراد طلاءه. نعم، لا أنا دا أحكي عن الطلاء يا ها عزيزتي. الطلاء، نعم الطلاء الطلاء هو مين؟ الطبقة الأولى مال زنك ايرون الوي، اي اللي هو بسبب ارتفاع درجات الحرارة أثناء الطلاء راح يصير أكو فد تفاعل بين الستيل والزنك. اي فتصير هاي الطبقة هي زنك ايرون الوي. نعم بعدين ليش لونها فاتح؟ لأنه التفاعل مو قوي جدا، لأنه الايرون لا بالعكس يا درجات البتول، هنا التفاعل عندي كلش قوي، هنا المنطقة الأولى للمعركة بس الايرون درجة انصهار عالية جدا. عالية جدا. بالضبط إيه زين. فالزنك بهاي الألوي أكثر من الايرون. متأكدة من هاي المعلومة؟ لو تراجعيها. هذا هو آني، أنت جاوبتي بس جوابك بالأخير يعني متأكدة من عنده لو لا؟ إيه هو لأنه أنا يعني أريد أسألك من الأعلى هنا، من نسبته أعلى بالطبقة الأولى جوا، منو الطبقة برأيك الأولى نسبته أعلى؟ اللي هو أقرب للآيرون أوكي أقرب، فيري جود، فإذا منو الأعلى دي؟ الآيرون يكون أكثر، بس بالضبط بعدين أحسنتي يجي يصعد الزنك. أحسنتي فيري جود. شباب هذه المعركة فيري جود البتول، هذه عبارة عن منطقة التداخل، يعني منطقة الطلاء هي منطقة تداخل بين الستيل من جهة والزنك من جهة أخرى. لذلك المنطقة الغنية بالستيل راح تاخذ بالتأكيد لون ستيل. لو أنت تلاحظ لون الستيل شنو طالع عندي بالمجهر، لونه تقريبا أبيض أو فاتح احنا نسميه، أو لون خلينا نقول مائل إلى الصفار، يعني فاتح اللون. لذلك هذه المنطقة الأولى هسه لو أصعد بالعكس، يعني هذا الستيل وده يصعد بهذا الاتجاه وهذا الزنك يتجه بهذا الاتجاه، فالطبقة الأولى الفاتح مالتها ينطيني انديكيشن أنه منطقة غنية بالستيل لأن هي الأقرب إلى سطح الستيل، لأن هي المعركة بدأت بين الذرات بهذا الأسلوب، فكأنه جيشين من الذرات التقوا في منطقة. البياض هنا أو اللون الفاتح هنا هو لون الستيل اللي أنا أشوفه بالمجهر هو يميل إلى
لون الفاتح. في حين لو اجي المنطقه الثانيه اللي هي غنيه بالزنك، راح الاحظ الزنك لونه قلنا رصاصي او مائل الى الرمادي. لذلك اشوف المنطقه الغنيه بالزنك هي شنو؟ المنطقه الرماديه اللي هي صارت عندي تداخل بين الستيل وبين الزنك، وصارت منطقه رماديه. ثم تجيني منطقه تقريبا فاتحه تماما اللي هو ينطيك لون الزنك تحت المجهر اللي هو اللون الابيض من جديد. فاذا انا لو ابتدي من فوق لجوه او من جوه لفوق لها عده تفسيرات. من فوق شوف طبقه عباره عن زنك بيور، لذلك انطته لون واحد اللي هو لون فاتح، مثل ما انطقني الستيل لون واحد لون فاتح. بس منطقه التداخل بين الاثنين انطقني النقطه الرماديه اللي هي الغنيه بالمعدنيه، او اللي هي تقريبا احنا نسميها ال 50-50، 50% زنك 50% ايرون. في حين الايرون او شبه الايرون بيور او المنطقه الغنيه بالايرون ايضا انطتني اللون الفاتح. دائما افهم هذه الاليه اللي هي اليه التداخل. انت عندك معدنيا دي يتداخلون بهذا الاسلوب، دي يتعشقون بهذا الاسلوب، انتشار بيناتهم، اي شيء من الذرات. هذه المنطقة راح تكون غنية بذرات المعدن الأول، وهذه المنطقة راح تكون غنية بذرات الثاني، وعملية التداخل بيناتهم اللي هي عملية نسميها الـ 50-50 أو عملية الغنية بالمعدنية. واضح شباب؟ هذه أيضا واحدة من أهم الأشياء اللي هو تنطيني. وتلاحظ أنه مقطع الطلاء دائما يكون ثيك أو يكون ذو حجم واسع. السبب لأن هذه العملية تأخذ فترة زمنية طويلة وعملية انتشارية، و يعني مثل ما نقول تنطيني دائما ثيكنس بحدود، لو تلاحظ هنا السكيل اللي موجود تقريبا 50 مايكرون. 50 مايكرون معناتها ثيك سوليد فيلم أو ثلث، يعني طبقة طلاء يعني كبيرة. لو أجي على هذه بعض العمليات اللاحقة اللي هي عملية الكوينتشنج إذا تذكروها، اللي هي أيضا مطلوبة في بعض الأحيان لتنطيني معاملة حرارية بالكوينتشنج للقطعة بعد إخراجها من المختص. أسوي لها عملية الكوينتشنج، الغرض من عندها أولا تقليل درجة الحرارة، تقليل التلف اللي موجود يصير عندي بالطلاء، وإضافة إلى أنه تنطيني فد يعني نوع الطلاء راح يكون عندي ثابت، و مرات تكون مطلوبة مرات تكون غير مطلوبة حسب نوع الطلاء اللي أريده. فواحدة من العمليات اللاحقة هنا تعتبر بوست تريتمنت هي عمليات الكوينتشنج. وفاينالي عندي عمليات دائما تجري على هذه القطع، اللي تلاحظ انواع الستيل ستراكشر، بتكلم عن سلايد رقم 11. دائما عندي عمليات انسبكشن لاحقه. السبب بهذا الانسبكشن لازم اعرف قياس او حجم الطلاء اللي صار عندي، لازم اعرف الثيكنس مال التشقيد على مختلف مناطق القطعه، وايضا خدوش كثيره تحدث عندي، عندي عيوب كثيره تحدث عندي في بعض الاحيان. ليش؟ لانه العمليه مثل ما قلنا هي ماس برودكشن، لازم اخذ سامبلينج فروم تايم تو تايم، اخذ فت سامبلينج معين وافحصها حتى اعرف اني البروسيجر مالتي صحيح او لا. المغاطس ليست بهذه السهوله، دائما احتاج ازيل الركام الموجود على السطح الخارجي، دائما احتاج انطي وجه جديد للطلاء او للمختص حتى من تدخل عندي القطعه يكون عمليه الطلاء هوموجينيوس، وتكون عندي عمليه الطلاء متكرره وناجحه مثل ما نقول. نجي مباشره الى السلايد الاخير رقم 13 اللي هو ينطيني مختلف انواع البرودكتس. مثل ما تلاحظون عندي ستيل شيت، عندي ستيل بار، عندي ستيل ستراكشر، وايضا عندي بعض انواع القطع الصغيره مثل البراغي، وخصوصا البراغي القديمه كانت كلها تستخدم بهذا الاسلوب. بس اخلي في بالي دائما القطع الصغيره دائما تحتاج عمليات يعني لاحقه كثيره. تعرف انت الاسنان وهذه الاشياء كلها راح تزال بالطلاء، لذلك احتاج عمليات تنظيف واحتاج عمليات بوست تريتمنت واسعه للحصول على منتجات ذات كفاءه عاليه. هذه العمليه واحده من اكثر العمليات استخداما،
خصوصا للظروف اللي يعاني منها الستيل، خصوصا الظروف الخارجية. وانطينا أمثلة كثيرة على هذا، الجسور، يعني ستيل الجسور أو الخطوط السريعة أو الخطوط العادية، خطوط النقل وغيرها. دائما أشوف الحواف مستخدم هذا النوع من الطلاء. وأيضا عندي الأعمدة، أعمدة الإنارة، أعمدة يعني نقل الطاقة الكهربائية، دائما يستخدمون الهوت بيدنج جالفانايزنج لطلائها لمواجهتها ظروف كثيرة، ظروف الخارجية تكون قاسية جدا، من أتربة، من يعني غبار أوساخ ومطر ورطوبة عالية، صيف شتاء إلى آخره، كل المواسم راح تقاومها. لذلك أحتاج إلى آلية للحماية، وواحدة من أهم الآليات هي آلية الجلفنايزنج اللي هي الزنك، يضحي في سبيل حماية الحديد. هذا ما كان بالنسبة لي في هذه المحاضرة. إذا عندكم أي سؤال عن الموضوع اللي هو تتمة لعمليات الكلادينج والثيرمال سبراينج، واليوم أخذنا عملية الهوت ديبينج جلفنايزنج، أي سؤال موجود عندكم شباب؟ أي شيء واضح؟ أتمنى إذا أحد فد معلومة ما واضحة بالنسبة له حتى نوضح لها أونلاين. وإذا واضح بالنسبة لكم الموضوع، ف يعني هذا فيما يخص الهود من جلبنايزنج. وإن شاء الله هذا الفيديو أيضا يجيكم على الجروب مالتكم، وتبقى تستذكر هذه المعلومات اللي ذكرناها لهذا اليوم. ركز لي على نقاط أساسية، شو تعلمت أنت اليوم، وشنو الكونسبت اللي يعني صار عندك، وأيضا الأشياء اللي ركزنا عليها كشرح ومفاهيم الأساسية. أعيد مرة ثانية، إحنا ما عدنا شيء للحفظ ولا رسم للحفظ ولا معادلة للحفظ، وإنما أريدك تبدأ من خلال المعلومات. يعني أنت كل شيء بعد لازم المفروض تشوفه، تدخل بهندسة السطوح، تكون عندك الوعي الكافية أنه تسأل نفسك بأي طريقة هذه تمت هندسة السطوح، بأي من الطرق المختلفة اللي أخذتها حاليا وقد تكون المستقبلية إن شاء الله. وثانيا لماذا، يعني تسأل دائما نفسك ليش رحت لهذا النوع من الطلاء، ليش ما رحت لغير نوع، تدخل الفرضيات اللي موجودة عندك. وقلنا من البداية وظيفة المهندسية أولا الجوب الأساسي له هو تشخيص المشكلة ثم المباشرة بحلها، أو إعطاء النصيحة اللازمة أو الاستشارة الصحيحة لحل هذا الموضوع. من عند أي سؤال شباب؟ توقف التسجيل في هذا الجانب، هذه أولا.